everyone, I'm Nancy and welcome back to Let's Practice English channel. كيف أنا ممكن أوصف لشخص إنه في حدا صرخ علي، عيط علي؟ أو كيف أنا ممكن أقول لشخص إنه هذا الشخص وشوشني أو قال لي كلام بصوت كتير واطي؟ أو حتى أنا كيف ممكن أوصف تعبير وجه شخص آخر؟ أو حتى كيف أنا ممكن أقول إنه هذا الشخص دغري بينزعج، دغري بيتضايق؟ هول كلياتهم الكيف رح نكون عم نجاوب عليهم خلال هذا الفيديو ايضا بحلقه جديده من 30 يوم لتتكلم اللغه الانجليزيه بطلاقه. رح نكون ايضا عم نحكي عن مواضيع متنوعه بهيدي الحلقه. رح نبلش ونتعرف على 10 ways for describing speaking، 10 طرق نحن ممكن نكون عم نستخدمهم او مصطلحات ممكن نكون عم نستخدمهم حتى نكون نحن عم نوصف حكي شخص. هل كان عم بيصرخ علينا؟ هل كان عم بيحكينا بصوت واطي؟ إلى آخره. أول مصطلح رح نتعرف عليه هو yell. For example, he yelled. He yelled. He yelled بمعنى صرخ علي، حكيني بصوت كتير عالي. He yelled. أو scream. For example, she screamed. She screamed. She screamed. ايضا بمعنى صرخت علي او حكتني بصوت عالي. رح تسألوا عن الفرق بين yell و scream. scream هو اكتر لما يكون الشخص عم بيحكي بصوت كتير عالي وعم بيعيط على الشخص الاخر لدرجة انه الشخص الاخر ممكن ما يفهم عليه شو عم يحكي، يعني هو من كتر غضبه عم بيصرخ. لكن عنا صار yell و scream. ايضا فينا نكون عم نقول I whispered. I whispered. whisper أو whispered مصطلح بيعني أنه أنا وشوشت الشخص بدينته، حكيته بصوت كتير واطي. I whispered. أكيد بنكون عم نغير البرونون أو الضمير حسب عن مين عم نحكي، إذا عن نفسنا أو عن شخص آخر. أيضا فينا نكون عم نقول we chatted. chatted. chatted هو يعني تحدثنا ولكن بطريقة رسمية. we chatted تحدثنا. ايضا فينا نكون عم نقول he mumbled. he mumbled لنكون عم نوصف شخص انه عم بيتمتم بشفافه. he mumbled. ايضا فينا نكون عم نحط الشخص يلي عم نحكي عنه تلحقه من بعدها whined. for example, my kids whined. my kids whined. my kids whined بمعنى هو اذا بتكون مثل انين اطفالي، صريخ اطفالي. my kids whined. ايضا فينا نكون عم نستخدم ramble. for example, he rambled. he rambled او he went on and on. he went on and on. he rambled or he went on and on. هيدي العبارة بنكون عم نستخدمها بس نحن نكون عم نوصف عن الشخص انه بيحكي كتير ما بيوقف عن الحكي، يعني بضل عم يحكي عم يحكي عم يحكي عم يحكي. he went on and on. ايضا فينا نكون عم نقول she stammered. she stammered. ايضا بنكون هون عم نوصف انه هي بطريقة او باخرى عم تحكي كتير. she stammered. إضافة إلى ذلك فينا نكون عم نقول I snapped at my husband. I snapped at my husband. هون فينا نكون عم نوصف إنه يا أما أنا شخطت بزوجي أو حكيته بطريقة أو بصوت عالي. I snapped at my husband. وآخر شيء فينا نكون عم نقول he muttered. he muttered. he muttered. رح نصير هلا ونتعرف على 10 phrases for facial expressions. 10 عبارات نحن ممكن نكون عم نستخدمهم لنكون عم نوصف تعابير وجه شخص معين. فينا نكون عم نقول she was beaming. she was beaming. هون نحن بنكون عم نوصف انه هي كانت مبتهجة، وجه مبتهج منور. لكن beaming بمعنى مبتهج. اكيد بنكون عم نغير البرونون او الضمير حسب نحن عن مين عم نحكي. she was beaming. the kids were smiling from ear to ear. the kids were smiling from ear to ear.
مثل بالعربي بنقول ضحكته لورا دينته، نفس الشيء هون احنا عم نكون عم نوصف بهجة الولاد، فرح الولاد لدرجة انه كانت ضحكتهم واسطة لورا دينيهم. The kids were smiling from ear to ear. ايضا فينا نكون عم نقول he looked puzzled. He looked puzzled. هيدي العبارة نحن بنكون عم نستخدمها بس نحن نكون عم نحكي عن confusion. شخص looks confused. شخص مبين مرتبك، مبين مش عارف حاله شو بده يعمل. He looked puzzled. ايضا فينا نكون عم نقول she grinned. She grinned. ايضا grinned مصطلح بمعنى هيك اذا بتكون ارتباك. She grinned. وايضا فينا نكون عم نقول he winced when the doctor gave him an injection. He winced when the doctor gave him an injection. شو يعني مصطلح wince؟ كلياتنا بنعرف انه بس نحنا الابره حدا يشكلنا ابره هيك نعمل رياكشن صغيره مثل ردة فعل صغيره هيك انه مثل نقزنا، هيدي النقزه اسمها winced. لكن he winced when the doctor gave him an injection بمعنى نقز نقزه صغيره لما الطبيب ضربه ابره. ايضا فينا نكون عم نوصف شخص او بنت ونقول she gave me a dirty look. She gave me a dirty look. بمعنى طلعت فيي بنظرة هيك مش حلوة، مش مأزة. She gave me a dirty look. أيضا فينا نكون عم نقول she blushed. She blushed. Blushed بمعنى هيك مثل إنه حمر خدودها بمعنى خجلت. She blushed. إضافة إلى ذلك فينا نكون عم نوصف شخص ونقول his eyes were glazed over. His eyes were glazed over. أو فينا نكون عم نقول لشخص why long face. Why long face. Why long face. هيدي العبارة نحن بنكون عم نستخدمها أو السؤال بنكون عم نستخدم بس نشوف الشخص هيك مثل إنه جائر وزعلان بنقول له why long face بمعنى ليش زعلان أو ليش هيك قالب خلقتك. فينا نكون أيضا عم نقول his expression was unreadable. His expression was unreadable بمعنى تعبيره كان ما بينوصف. His expression was unreadable. ننتقل هلا لنتعرف على 10 phrases to describe offending or upsetting people. 10 عبارات نحن ممكن نكون عم نستخدمهم لنكون عم نوصف اشخاص انزعجت، اشخاص ضايقت من شيء معين. فينا نكون عم نقول they got off on the wrong foot. They got off on the wrong foot. هيدي العبارة نحن بنستخدمها بس يكون شخصين تعرفوا على بعض ومن أول مرة ما كتير تجانسوا سوا، ما كتير صار فيه هيك تواصل بيناتهم، ما كتير اتفقوا، منقول they got off on the wrong foot بمعنى بالبداية ما كانوا منيح سوا. أيضا فينا نكون عم نقول he got on the teacher's bad side. He got on the teacher's bad side بمعنى اخذ الوجه السيء من الاستاذ. نحن كلياتنا بنعرف انه الاستاذ له تاثير كثير كبير على الشخص وممكن يكون منيح وممكن يكون عاطل، ونحن عم نقول انه الشخص he got on the teacher's bad side بمعنى اخذ الجزء البشع من الاستاذ. She took offense at his comment. She took offense at his comment بمعنى زعجت من تعليقه او حسيته انه عم بتهجم عليه بطريقه وباخرى. She took offense at his comment. ايضا فينا نكون عم نقول he has a chip on his shoulder. He has a chip on his shoulder. اكيد نحن كمان هون بنكون عم نغير البرونون حسب الشخص اللي نحن عم نحكي عنه. He has a chip on his shoulder عباره بتعني انه مثل هيك دغري بيتضايق، دغري بينزعج، دغري بينقلب مزاجه. يعني اذا كان يمكن هلا ماشي حاله تمام بس حدا يقول له كلمه صغيره بينقلب مزاجه كليا، هيك بنقول he has a chip on his shoulder. او ايضا فينا نكون عم نقول she got bent out of shape. She got bent out of shape ايضا بمعنى انه انزعجت. She got upset. ايضا فينا نكون عم نستخدم عباره he left in a half. He left in a half. أيضا بمعنى انزعج. أيضا فينا نكون عم نقول she got panties in a weight.
she got panties in a weight عبارة أيضا تعني إنه هي ضيقت. She got panties in a weight. He has a short fuse. He has a short fuse. بمعنى أخلاقه ضيقة دغري بينزعج. He has a short fuse. She dissed my mother. She dissed my mother. زعجت أمي. She dissed my mother. وآخر عبارة ممكن نكون عم نستخدمها هي He got his nose out of joint. He got his nose out of joint. مثل بالعربي منقول أخلاقه براس النخيره بمعنى أنه أقل شيء هيك بيزعجه. نفس الشيء باللغة الإنجليزية هي He got his nose out of joint. ومع هول العبارات بنكون وصلنا لختام هيدي الحلقة أيضا. إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكونوا قدرتوا تستفيدوا منها. مثل العادة إذا عجبتكم ما تنسوا تعملوا لايك، تتركوا آرائكم بالتعليقات، وإذا بعدكم مش مشتركين بقناتنا ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا جرس الإشعارات ليضل عم بيصل لكم كل فيديو جديد عم ننزله. Thank you very much for watching وأنا بلاقيكم بالحلقة الأخيرة. Bye.